اوكي كريم. فجاءت بها لم ازوج بنفسي شيئا اقوله لكم، ولكن لا باس من باب المشاركه، وارجو ان تتحملوا اذا قابلت الزخم العاطفي للمدرب محمد العامري بشيء عكسي. أولا مسرور رأيت هذه الدورة ورأيت قيادات المدارس وإداريين هنا اليوم، ورأيت زخم من النشاط والأوراق التي أرجو أن يكون لها ثمرة وبعيد. ثانيا أشيد بالأخ محمد، وبرغم أنني هذا اليوم أول مرة أتعرف عليه وجها لوجه، لكن سمعة مني وما أسمعه عنه من جودة التدريب وقوة الأداء والتأثير يعني أسمعه منذ زمن، ونجمه يتلألأ يوما بعد يوم، وأرجو أن يكون له مستقبل زاهد. لكن لست أدري لماذا ختم الأخ محمد دورته بهذا الزخم العاطفي. هل رأى فيكم شيء من الجفاء وانبتات العلاقات؟ يعني أنتم نبلاء، ومع ذلك هل رأى يعني ما الحاجة إلى الأحضار؟ يعني أكيد أنه رأى شيء لم يكن في حسبانه. هذه واحدة. الأمر الثاني لفت نظري أن كل الأوراق من عليها ماذا تعلمنا، وأنا تعلمت من قديم أن هناك فرق بين التعلم والتدريب. كنت أتمنى أن يقال ماذا تدربنا، لأن التدريب عمل والتعلم ثقافة معرفة. فهل يا ترى أنتم خرجتم من هذه الدورة اليوم وقد تعلمتم أشياء عملية قد نراها في الأسابيع القادمة، أم أنها مجموعة من المعلومات الثقافية التي تضاف إلى الذاكرة كما نقرأ في أي وقت؟ طبعا أتوقع أنها غير مقصودة يعني، لكن أتمنى أن أعدلها. ماذا تدربنا؟ ولذلك كثير من المؤسسات العالمية اليوم لم تعد تنتهج هذا النهج من التدريب، أصبح التدريب على رأس العمل هو المتوجه، لأن الموظف إذا ما جلس على الكمبيوتر أو على الورق وطبق ما تعلم فإنه مجرد تثقيف. وأنا مثلكم أخذت عشرات الدورات، الدورات القليلة التي استفدت منها أو طبقتها، لكن البقية كانت عبارة عن تفكير وربما تنسى بعد أسبوع، أبحث عنها لا تجدها وما تبدلت. الأمر الثالث، أنا لن أطيل عليكم، بس طبعا رئيس مجلس وجبتوني قدامكم لازم أنتقد، يعني يظن أنه لازم كذا. أنا رأيت التوصيات وأنا أستعرض هذا الزخم من أوراق الخضر والصفر، فيها مواد ضخمة وفي أثار لبعضها، بس أنا لما استمعت التوصيات وجدت أنها توصيات عامة على الأقل ليست محددة، ما أدري كيف تتنفذ. واحد يريد، ومعليش أنا اليوم أنا مضطر إني أمدح محمد العامري، لكنه أيضا في كل توصية صفق، ما أدري صح غلط أو نتصفيق وتعود. هنا سؤال، هذه الحلقة الجميلة خمس أيام، هل في مقرر؟ هل في لجنة ستتولى جمع التوصيات ثم تحضرها للتطبيق؟ هل يمكن أقول للرئيس التنفيذي أن الدورة القادمة بعد شهر يقول لي أنها تؤجل ولا تطبق الدورة إلا بعد أن نشعر أننا أنجزنا على الأقل نسبة من التوصيات التي انتهينا إليه اليوم؟ أنا لا أرى، حتى نشعر أننا تدربنا.
مو تثقفنا ازددنا معلومات. أعجبني إدارة المشاريع التربوية، سألت الأخ محمد ليش يعني هذه هي دورة أسسها العامة أسس الإدارة، منين جبت التربية هذه؟ أنا ما أعرف أن هذه الأسس اللي يتكلم عنها هي أسس الإدارة، إدارة عامة ما هي إدارة تربوية. طبعا هو يقول لي أنه تاريخه التربوي راقي ومليء ورجل مربي، وهو أكيد يعني يستطيع أن يلائم بين أسس الإدارة العامة أسس الإدارة التربوية. أسس الإدارة العامة هذا لاحظت هي الآن يعني يعني موازنة بين شيئين أو بين ثلاثة أشياء، الجانب التعليمي، خلينا نقول أربعة أركان، التعليمي، التربوي، الإداري، المالي. هلا نسبتها كم نسبة التربوي لو سألت واحد عندك بالمئة 30 والتعليم كم؟ في ناس التربوي عندها أهم من التعليم، في ناس المعلومة والقياس التعليمي والنجاح أهم من التربوي، ممكن يطلع بلا قيم لكن عنده معلومات، واحد يطلع بلا قيم والمعلومات عنده نص نص. المفاهيم الإدارية كم؟ المفاهيم المالية كم؟ هذه الأربعة كان هل ممكن كل واحد بعد الدورة يشعر ويسأل نفسه كم نسبة الفهم الإداري عندي؟ طبعاً أنا داري التربوي، لكن هل ازددت معلومات مالية؟ هل ازددت مفاهيم إدارية؟ هل يمكن أن تتوازن أن توازن بين الأربعة في المستقبل؟ الذي يظهر في المشاريع التربوية أو غيرها يحصل غالباً صراع بين الجانب المالي والإداري والجانب التعليمي والتربوي. الجانب التربوي والتعليمي يريد أن ينفذ دون حسابات، والمالي والإداري لا يريد إلا بحسابات، فيحصل حالة من الصراع. جزء من الصراع هذا طبيعي، تجي مهمة الرئيس التنفيذي كيف يوازن، وربما يفرحوا إن الناس يختلفون يتصارعون ويرفضون وتشوف إيش اللي بينتهي بهم، هل التربويون يغلبون الماليين أو الماليون يغلبون التربويين؟ إحنا الحقيقة نحتاج إلى حالة من التوازن، ما نبغى أحد يغلب أحد، بدل الصراع تنافس، وبدل التقتير إنفاق رشيد، وبدل الضعف التربوي التفوق ممكن هذا. فأنا أقول والله أقول إخواني اليوم أنا فرحان مسرور منكم، ودي إنه يحصل مقرر تحصل جمع التوصيات، التوصيات العامة تتحول لتوصيات قابلة للقياس. يعني إيش الواحد يكتب إنه إحنا اتفقنا على إنه نسوي، من يسويها؟ كيف تنفذ؟ إيش الإجراء اللي بيتخذ لاحقا؟ هذا يعني يمكن طبيعي إنها تصير توصيات عامة، لكن أنا ودي إن الدورة تتحول من تثقيف إلى عمل. هل يمكن أن في بعد شهر إذا جاء رئيس التنفيذ وعرض علينا الدورة القادمة إنه إحنا أنجزنا 60% من التوصيات؟ خلينا نقول 40% من التوصيات الكبيرة اللي طبقناها بهذه المقاييس وهذه المعايير. كن إحنا إذا انتقلنا من حالة التثقيف إلى حالة التدريب العام. أخيراً أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم وأن يجري الخير في أبنائنا وأبنائكم على أيديكم، وأن نزداد علماً وعملاً، وأن يرزقنا جميعاً